السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم عن اضطراب شرط الصوديوم. مثل ما شرحنا بالمحاضرة السابقة ومثل ما بتعرفوا، شرط الصوديوم هي الشرط الأساسي بالوسط خارج الخلوي، وإلها علاقة وثيقة مع الماء تتأثر بزيادة أو نقص حجم الماء في الجسم. تركيز الصوديوم الطبيعي في الدم هو 135 145 ميلي مول او ميلي اكويفالنت باللتر. ايمتى بنقول انه عندنا نقص صوديوم؟ عندما بنخفض مستوى الصوديوم دون 135 ميلي مول باللتر، وهذا اللي بندعوه الهايبوناتريميا، وبنقسم الى درجات. الخفيف هو بيكون تركيز الصوديوم بين ال 125 ل 135، المعتدل او المتوسط 115 ل 125 ميلي مول باللتر. وإمتى بنقول إنه نقص صوديوم شديد؟ وقت اللي بينخفض أقل من 115 ميلي مول باللتر. أما إمتى بنقول عندنا ارتفاع بالصوديوم؟ هو عندما بيتجاوز تركيز صوديوم الدم أكثر من 145 ميلي مول باللتر، وقتها بنسميها الهايبر ناتريميا. طبعاً خطورة ارتفاع الصوديوم تزداد الوقت اللي بيتجاوز 155 ميلي مول باللتر، وقت اللي بيوصل مستوى الصوديوم ل 180 ميلي مول باللتر او اكثر، فبتكون غير متوافقه مع الحياه. طبعا شرط انه صحه النتائج المخبري، مو والله يكون النتيجه كاذبه. طبعا مثل ما ذكرنا اكثر من مره، لا يمكن تفسير تركيز الصوديوم في الدم بمعزل عن دراسه حاله الماء في الجسم. فزياده في كميه الصوديوم لا يشترط ان تؤدي الى زياده في تركيز الصوديوم في الدم، وشرحناها أكثر مرة. إذا زادت كمية الماء في الجسم بمقدار لتر وكمية الصوديوم أيضا زادت بمقدار 140 ميلي مول باللتر، فهون بيحصل عندنا زيادة بالحجم، زاد الصوديوم وزاد الماء، فبيزداد عندنا الحجم، لكن بيبقى تركيز الصوديوم ضمن المجال الطبيعي لأنه زاد بنفس القيمة الطبيعية اللي هي القيمة الطبيعية 140 ميلي مول لكل لتر. فإذا زاد عندنا الصوديوم 140 ميلي مول وزاد الماء 140 ميلي مول، فهون بيحصل عندنا زيادة بالحجم مثل حالات احتباس السوائل، ولكن بيبقى تركيز الصوديوم طبيعي. وأيضا عندنا راح تلاحظوا وقت اللي راح ندرس اضطرابات شرط الكالسيوم أيضا تتعلق بالألبومين، فتغيرات بالألبومين كمان لها دور، لأنه الكالسيوم بيرتبط بشكل أساسي بالألبومين، لذلك بيتغير تركيزه مع تغير مستوى الألبومين الدم سواء زيادة ولا نقصان. هلا راح نحكي عن حركة الماء والشوارد. عندما يزداد أو ينخفض تركيز الشوارد في الدم وخاصة الصوديوم، بما أنه هو تركيزه في الدم والحيز الخلالي هو الأكبر والأهم، فسيحاول الجسم وقت اللي بيزداد تركيزه أن يعيد التركيز إلى الطبيعي. يحدث ذلك من خلال حركة الماء والشوارد بين الأوعي وبين الحيز، بين الخلايا، يعني الحيز الخلالي والحيز داخل الخلايا، يعني السائل داخل الخلايا. الحركة الأساسية بتكون هي والأهم بتكون هي حركة الماء، لأنه الماء هو حر الحركة أكثر من الشوارد. حركة الماء باتجاه الشوارد، يعني الوسط ذو التركيز المرتفع منها، تسمى الرشح الألترا فلتريشن. أما حركة الشوارد فتتم وفق آليتين. الأولى تدعى الانتشار أو الانتشار المنفعل، وهي هوني فيها بتتحرك الشاردي حسب مدروج تركيزها من الوسط الأعلى تركيزاً إلى الوسط الأقل تركيزاً، وهي هون الآلية الأساسية في حركة الشوارد. الثانية بتدعى الانتقال، وهي يصاحب الماء عدد ذرات قليل من الشوارد كالصوديوم عندما يتحرك الماء بالرشح بين الأوساط. الكمية الأكبر من الشوارد تتحرك بآلية الانتشار المنفعل، اللي هذا بيحدث يعني على مبدأ فرق تركيز بين وسطي. عندما يرتفع تركيز الصوديوم في الدم، سيتحرك الماء أولا من الحيز الخلالي إلى الأوعي كي يعني يعادل ارتفاع الصوديوم. من الممكن أن يتحرك الصوديوم من البلازما إلى الخلال، لكن الحركة الأساسية والأكبر هي ستكون للماء. عندما يتحرك الماء من الخلال إلى الأوعي، فستقل كميته في الخلال، وبالتالي سيرتفع تركيز الشوارد في الخلال ويصبح أعلى منه،
داخل الخلايا. في هالحالة هاي بيتحرك الماء من داخل الخلايا إلى الخلال فتنكمش الخلايا نتيجة لذلك. انتبهوا، عندما بيرتفع تركيز الصوديوم بيتحرك الماء من الخلال ومن داخل الخلايا للأوعي ليعاود ارتفاع تركيز الصوديوم، فبيحصل عندنا انكماش خلوي، يعني بيحصل عندنا شغل احنا بنسميها التجفاف داخل الخلوي بعكس نقص الصوديوم. هلا رح نجي عندما ينخفض تركيز الصوديوم بيحدث عندنا العكس، يتحرك الماء من الأوعي إلى الخلال الذي يحوي تركيز صوديوم أعلى من الدم، كما سيتحرك قليل من الصوديوم من الخلال أيضا إلى الأوعي، يؤدي ذلك إلى أن تركيز الشوارد في الخلال سيصبح أقل منه داخل الخلايا، فيتحرك الماء إلى داخل الخلايا فتنتبج الخلايا نتيجة لذلك. فهون بحالة نقص الصوديوم بيحدث عندنا الشيء المعاكس تماما، هو وذمي داخل خلوي. احفظوها، نقص الصوديوم بيؤدي لوذمي داخل خلوي لانه الماء بيتحرك لداخل الخلايا، اما بارتفاع تركيز الصوديوم بيحدث عندنا العكس، بيتحرك الماء من داخل الخلايا للاوعي لينقص تركيز الصوديوم، فبيحصل عندنا تجفاف داخل خلوي. وهذا اللي بيفسر انه بنقص الصوديوم تحدث عندنا اعراض وذمي دماغي، وهي بتكون المسيطرة على صورة سرية بسبب حدوث الوذمي داخل الخلايا. كنتيجة لما سبق يمكن أن يؤدي انخفاض تركيز الصوديوم إلى حدوث وذمي داخل خلوي، وأشعة هي اللي بتعطي الأعراض وبتطغى على صورة سرية هي أعراض الوذمي الدماغي، بينما ارتفاع تركيز الصوديوم في الدم يؤدي إلى تجفاف داخل خلوي أو تجفاف داخل الخلايا، يعني بيحدث انكماش بالخلايا. هلا راح نحكي عن اضطرابات شارده الصوديوم. شارده الصوديوم تعتبر شارده ذات تركيز مرتفع في الدم، لانه مثل ما ذكرنا هي بشكل اساسي في السائل خارج الخلوي، فبالتالي التبدلات التي تطرا عليها ستؤدي الى ظهور اعراض واضحه، على عكس شارده البوتاسيوم، لانه شارده البوتاسيوم بيكون تركيزها منخفض فتاثيره على جذب الماء بيكون قليل، اما شارده الصوديوم لأنه تركيزها عالي بالدم فبتحدث اضطرابات واضحة. هلأ كيف بدنا نقارب اضطراب شارد الصوديوم؟ عند مقاربة مريض لديه اضطراب في تركيز شارد الصوديوم يجب أن نتوجه وفقا للآتي. الخطة الأولى هي معرفة الاضطراب، يعني سواء كان ارتفاع بالصوديوم ولا نقص بالصوديوم، هل هو مترافق مع زيادة بالحجم ولا الحجم داخل الأوعي سوي ولا منخفض الحجم. لذلك هم نميز بين ثلاث حالات. الخطوي يعني احنا اول شيء دائما باضطراب تركيز شارده الصوديوم سواء كان مرتفع ولا منخفض، اول شيء راح نطلع على المريض ونعرف هل هو سوي الحجم ولا ناقص الحجم ولا زائد الحجم. فاذا كان المريض متجفف فغالبا بيكون انه المريض عنده هايبوفوليميا نقص حجم. اذا كان المريض لديه وذمات بالفحص السريري فغالبا بيكون الحجم زائد، يعني المريض عنده هايبر فوليمه. اذا كان ما عنده لا وذمات ولا تجفاف فغالبا بيكون المريض هوني سوي الحجم، يعني بيكون بحاله ايوفوليمه. الخطوه الثانيه هي معرفه تركيز الصوديوم في البول لتحديد سبب الاضطراب اذا كان كلوي ام خارج كلوي، هاي راح نحكي عنها خلال دراستنا للمحرك. هلا حلوليه البلازما واضطراب شارد الصوديوم، مثل ما ذكرنا اكثر من مره حلوليه البلازما الطبيعي هي 280 ل 290 ميلي اوزمول على الكيلو غرام، وبتساوي هي ضعف تركيز الصوديوم، يعني 2 ضرب الصوديوم زائد اليوريا زائد السكر. طبعا المعادله اكثر من مره حكيناها انه هي المعادله المبسطه، انه هي 2 ضرب الصوديوم زائد 10، هاي اذا بدنا نحسبها بشكل سريع. هذا بدنا اياها بشكل مفصل لاوزموليت البلازما، 2 ضرب الصوديوم زائد السكر مقدر بالميليغرام على الديسلتر منقسمه على 18 مشان يتحول لميلي مول باللتر، وايضا اليوريا منقسمه على 2.4 مشان كذلك نحولها للميلي مول على اللتر. بتلعب مراكز العطش وافراز هرمون مضاد للادرار دورا في تنظيم حلوليه البلازما، وبالتالي اي خلل فيها سوف ينعكس على الحلولي. فعندما تنقص حلوليه البلازما
لأي سبب كان، سواء بسبب زيادة السوائل أو زيادة شرب الماء أو انخفاض في أحد العناصر المكونة للحلوية مثل نقص الصوديوم أو السكر أو البولي، هون بهالحالة هي بتثبط مراكز العطش وبتثبط إفراز الـ ADH. حيث تعمل هذه الآليات تثبيط مركز العطش وتثبيط إفراز الـ ADH، بتعمل على طرح الفائض من الماء لتعديل حلولية البلازما، يعني هون بهالحالة هي لما بتطرح الماء زيادة بترفع حلولية البلازما، ونتيجة لذلك فالـ ADH لما بينقص بيزيد اطراح الماء عن طريق البول، وبالتالي بتنخفض حلوليه البول. وبالتالي في حالات وجود خلل في تثبيط العطش او تثبيط افراز وعمل الاي دي اتش مثل متلازمه السي دي اتش اللي هي متلازمه الافراز غير ملائم للهرمون مضاد للادرار، او في حال وجود خلل بقدره الانابيب البوليه على طرح الماء ومع استمرار المريض في تناول السوائل تنخفض حلوليه البلازما وسيحدث انخفاض في تركيز الصوديوم. راح تشوفوا بس ندرس السي دي اتش اللي هي غالبا بتكون ناجمه عن افراز غير ملائم للهرمون المضاد للادرار لاسباب كثيره، سواء كانت اسباب ورميه، انتقالات ورميه، او اورام بتفرز ماده شبيهه بالاي دي اتش. هاي بتثبت لنا بتثبت طرح البول طرح الماء بالبول، وبالتالي بيزداد الماء بالجسم وبينخفض تركيز الصوديوم بالدم. بصير عندنا لانه بسبب احتباس الماء بكميات كبيره بينخفض الصوديوم بالدم. بينما عندما تزداد حلوليه البلازما هون بهالحاله بيحدث العكس، بتتحرض مراكز العطش وبتتحرض افراز الهرمون المضاد للادرار، وايضا بتحبس الانابيب البوليه الماء، ولذلك ونتيجه لذلك يزداد تركيز البول، حيث تعمل هذه الآليات على حبس الماء وزيادة الوارد منه لتعديل حلولية البلازما، أي يعني خفضه. وفي حال حدوث خلل في هذه الآليات مثلا على مستوى إفراز الهرمون المضاد للإدرار كما في حالة البيلي التافهة اللي بينقص فيها إفراز الـ ADH ودون تعويض السوائل التي سيخسرها الجسم عن طريق البول، سترتفع حلولية البلازما وبيرتفع تركيز الصوديوم الدم. هلا عندنا المواد التي تزيد حلوليه البلازما وتقلل من مستوى صوديوم الدم، وهي المواد الفعاله حلوليا، هي المواد التي ترفع حلوليه الوسط الكائني فيه. وعندما توجد المواد الفعاله حلوليا في الدم سترتفع حلوليه البلازما، وبالتالي ستجذب الماء من الحيز داخل الخلايا والحيز الخلالي الى داخل الاوعيه لتعديل الحلوليه، فتقل بذلك من تركيز المواد المنحله في الدم ومنها الصوديوم. من المواد الفعاله حلوليا والتي تزيد حلوليه البلازما هي السكر، كما في الداء السكري، فمرضى الداء السكري وقت بيرتفع عندهم سكر الدم بيزداد حلوليه البلازما. وايضا من المواد اللي ممكن تزيد حلوليه البلازما هي المانيتول لانه اصلا هو مدر حلوله، والجليسين والمالتوز. اما المواد التي تزيد حلولية البلازما ولكن لا تؤثر على مستوى الصوديوم في الدم، هناك مواد فعالة حلوليا لكن فعلها مؤقت لأنها ترفع حلولية البلازما ثم تتوزع وتنتشر سريعا إلى الخلال وداخل الخلايا، فلا يحدث بذلك جذب لكميات كبيرة من الماء إلى داخل الأوعية، ولا يحدث نقص في تركيز المواد المنحلية في الدم. هون بهالحالة هي بيحصل زيادة بالحلولية، لكن الحلولية سترتفع في كل من الخلايا والخلال والأوعية أيضا، وبالتالي لا يحدث تبدل مهم في كمية الماء في أي من هذه الأحياز، يعني سواء داخل الأوعية ولا في الخلال ولا بالوسط داخل الخلايا. هاي المواد تكون سهلة المرور من الحيز الوعائي للخلال إلى الخلايا، ومن الأمثلة عليها اليوريا، طبعا تأثيرها ضئيل على حلولية البلازما. أيضا عندنا الإيزوبروبيل والكحول والإيتانول والإتيلين جليكول والميتانول، هاي المواد ترفع حلولية البلازما لكن ما بتأثر على مستوى الصوديوم. هلا في مثال بيحصل عند مرضى غسيل الكلي، وهي بيحصل خلال
اول جلسه غسيل، يعني المريض بيكون مشخص عنده قصور كلوي مزمن وبينحط على اول جلسه غسيل، فبتحصل متلازمه اسمها متلازمه عدم التحمل بعد الغسيل. فهون في حاله قصور كلوي وعند حاله المريض للغسيل لا يجرى الغسيل في الجلسه الاولى لمده 4 ساعات، يعني الجلسه الكامله عاده هي بدون مدة 4 ساعات، بل يكتفى بساعتين حتى ما تحدث هالمتلازمه هاي. السبب في ذلك يعود الى ان تركيز اليوريا حين يكون قد وصل الى 400 ميلي جرام ديسلتر بيكون مستوى اليوريا مرتفع جدا، وكما نعلم فان ارتفاع تركيز اليوريا يؤدي الى توزعه وانتشاره داخل الخلايا. وعند البدء الغسيل وازاله اليوري او البولي من الدم يبدا تركيزه ضمن الاوعيه بالانخفاض بشكل سريع يفوق سرعه انخفاضه ضمن الخلايا. وبالتالي فاجراء غسيل كامل وانزال تركيز اليوريا في الدم بشكل كبير وسريع قد يؤدي الى دخول السوائل الى داخل الخلايا ومن ثم حصول وذم دماغي. الوذم الدماغي بتبدا باعراض عصبيه مثل الغثيان والاقياء، وعاده ما تختفي تدريجيا وبشكل عفوي مع خروج اليوريا من الخلال الى الاوعيه. فهي المتلازمه تسمى متلازمه عدم التحمل بعد الغسيل، لذلك عاده باغلب جلسات الغسيل لاول مره ما بيعطوا المده الكامله، بيخلوها لمده ساعتين يعني نصف جلسه. هون بيكتفوا بتنزيل اليوريا لل 200 ميلي جرام بالديسلتر حتى تتاقلم خلايا الدماغ، ومن ثم بالجلسات القادمه بيعطي جلسه كامله لمده 4 ساعات. طبعا مثل ما بتعرفوا بالحوادث الوعيه الدماغيه يستخدم المانيتول في علاج الوزمات الدماغيه بآليه حلوليه لانه بيزيد حلوليه الدم. المانيتول هو من العلاجات الاساسيه اللي بنستخدمها بعلاج الوزمه الدماغيه، بيزيد حلوليه الدم وبالتالي بيسحب الماء من داخل الخلايا الدماغيه الى داخل الاوعيه وبيسوي لنا ادرار فبنقص الوزمه الدماغي. هلا رح نبلش بانخفاض تركيز الصوديوم الهايبوناتريميا. يقصد بالهايبوناتريميا انخفاض تركيز الصوديوم في الدم دون 135 ميلي مول باللتر، وذلك بغض النظر عن كمية الصوديوم الكلي في الجسم والتي من الممكن أن تكون طبيعية أو زائدة أو ناقصة. تتبع كمية الصوديوم في الجسم كمية الماء نظرا للارتباط الكبير بين الماء والصوديوم. لا نستطيع تقييم كمية الصوديوم في الجسم بدون تقييم كمية الماء معها، وبهالحالة هي بنكون نحن أمام 3 حالات، إما نقص صوديوم مع نقص الحجم بسموه الهايبوفوليميك هايبوناتريميا، يعني الصوديوم بيكون ناقص وأيضا الحجم بيكون ناقص، أو نقص صوديوم مع زيادة الحجم بسموه هايبرفوليميك هايبوناتريميا، أو نقص صوديوم سوي الحجم إيوفوليميك هايبوناتريميا. طبعا بشكل عام أسباب نقص الصوديوم إما بتكون خسارة الصوديوم أكثر من خسارة الماء، أو احتباس الماء بشكل أكبر من احتباس الصوديوم. هاي احفظوها كقاعدة عامة، أسباب نقص الصوديوم إما أنه بيكون خسارة الصوديوم من الجسم أكثر من خسارة الماء، أو أنه عم يحتبس الماء بالداخل الجسم أكثر من احتباس الصوديوم. ولاحظوا هون بهالصورة هاي يعني بتوضح هي أسباب انخفاض الصوديوم، مثل ما ذكرت الذي ينتج إما خسارة صوديوم أكثر من خسارة الماء، أو احتباس الماء أكثر من احتباس الصوديوم. راح نبدأ بنقص تركيز الصوديوم مع انخفاض الحجم، يعني المريض بيكون عنده هايبوناتريميا، نقص صوديوم الدم والحجم داخل الأوعية بيكون ناقص. هون بهالحالة هاي بيكون نقص في كمية كل من الماء والصوديوم، لكن النقص في كمية الصوديوم أكبر من النقص في كمية الماء. يعني بمعنى ما بيحقق النسبي 140 ميلي مول لكل لتر، والتي هي تركيز الصوديوم بالبلازما. أما في حال كان انخفاض كليهما بنفس النسبة التي تحقق تركيز الصوديوم الدم طبيعي، فسيبقى تركيزه طبيعيا وما سيحدث هو نقص في الحجم فقط. فمثال إذا فقد المريض لتر من الماء مع 140 ميلي مول باللتر من الصوديوم، فهون بهالحالة هي بيبقى تركيز صوديوم الدم ثابت. أما إذا فقد لتر من الماء ومع 200 ميلي مول من الصوديوم، فعندها سينخفض تركيز الصوديوم في الدم، فهي الحالة أنه بيكون فيها فقدان الصوديوم أكثر من خسارة الماء.
العلامات السريرية هي علامات تجفاف، فبتلاحظ عند المريض وضوح الثنيات الجلدية. عند كبار السن ما بتعتبر علامة جازمة، لذلك لازم نتحرى العلامات الأخرى. أيضا فحص الميزابي اللثوية الفموية تحت اللسان وملاحظة غياب تجمع اللعاب فيها علامة، هاي تكون علامة مهمة. قد نلاحظ أيضا اللسان الخشبي نتيجة التجفاف الشديد. الضغط الشرياني غالبا بيكون منخفض أو قد يكون طبيعي. أيضا بيخفض الضغط الوريد المركزي، وأيضا بيكون عند المريض عم يشكي من وهن وعطش. وقد إذا كان المريض ناقص الحجم فغالبا بيكون عنده أعراض أخرى مثل شح البول. هلأ أعراض نقص الصوديوم بشكل أساسي هي أعراض الوذمي الدماغي، مثل ما ذكرت أنه نقص الصوديوم بيؤدي لوذمي داخل الخلايا وخصوصا الوذمي الدماغي. وبشكل عام لا تظهر أعراض انخفاض الصوديوم إلا إذا انخفض الصوديوم أقل من 125 ميلي مول باللتر. وانتبهوا، تختلف الأعراض أعراض نقص الصوديوم حسب سرعة تطور نقص الصوديوم. ففي حال نقص الصوديوم الدم الحاد تطور أعراض بسرعة وقد تكون مهددة للحياة. أما في حال نقص الصوديوم بشكل مزمن يعني أكثر مدة أكثر من 48 ساعة فالأعراض تكون أقل حدة. ففي حال نقص صوديوم الدم الحاد مثل حالات بيحصل فيها الانسمام بالماء، مثل المرضى اللي بيكون بيسوون عملية البروستات فبيحقنوا ماء كتير مشان يغسلوا الطرق البولية، خصوصا عمليات استئصال البروستات عبر التحليل. فبيحصل عند المريض لأنه بيحقنوا كميات كبيرة من الماء مشان يزيلوا الخثرات، فبيحصل عند المريض حالة اسمها الانسمام المائي. هون بينقص الصوديوم بشكل مفاجئ فبتعطي أعراض وذمي دماغي شديدة. هذا المقصود في نقص صوديوم الدم الحاد. أما نقص صوديوم الدم المزمن اللي بيحدث خلال فترة تتجاوز 48 ساعة فبتكون الأعراض أقل حدة. أول أعراض بنقص الصوديوم هي التعب والغثيان والإقياء. وفي حال نقص الصوديوم لأقل من 115 ميليمول باللتر تتطور الأعراض الدماغية، ومثل ما قلت هي أعراض وذمي دماغي. بيحصل عند المريض خمول وذهول أو بسموه الاستبر وتقلصات عضلية يعني مصل كرامبس واضطرابات بالمشي. وأيضا خصوصا عند الأطفال قد يحدث لديهم اختلاجات وقد يتطور تنفس شاين ستوكس مع أعراض ارتفاع توتر داخل القحط لأنه حصلت وذمي دماغي فبترفع يزيد التوتر داخل القحط، وأيضا ترفق قد تتطور إلى وذمة حلين عصب بصري وأخيرا الصبر. طبعا في هالحالة هاي ممكن يحصل عند المريض تنفس شاين ستوكس. إذا ما بتعرفوا تنفس شاين ستوكس هو عبارة عن تنفس سريع، تنفس دوري بيتكرر أكثر من دورة. بيحصل عند المريض تنفس سريع وبعدين بيتخللوا نوبات من نقص التهوي أو نوبات توقف تنفس وبترجع تتكرر هالدورة هاي، لذلك يسموه تنفس دوري. المريض بتنفس بسرعة لمدة 5 إلى 10 ثواني بعدين ما بتشوف إلا تنفسه تباطأ وتوقف وبعدين بيرجع بتنفس بسرعة من أول جديد. هذا اسمه تنفس شاين ستوكس. على العوامل المسببة قد يكون نقص الصوديوم بسبب فقدانه عن طريق الكلي أو خارج الكلي، وحتى نميز بينهما نلجأ لعيار تركيز الصوديوم في عين بول عشوائي. فإذا كان تركيز الصوديوم في البول أكثر من 20 ميلي مول فبكون السبب كلوي، إذا كان تركيز الصوديوم في البول أقل من 20 ميلي مول فالسبب بكون خارج كلوي. هلأ تفسير أنه شلون منعاير الصوديوم بالبول في عيني عشوائي وشلون نعرف أنه السبب كلوي ولا السبب خارج كلوي. بالحالات اللي بتكون فيها الكلي طبيعي وتركيز الصوديوم بالدم منخفض ستقوم الكلي بالمعاوضة من خلال زيادة عودة امتصاص الصوديوم في الأنابيب الكلوي فتكون الكمية المطروحة من الصوديوم قليل. انتبهتوا في حالات الأسباب الكلوية بتكون الأنابيب الكلوية بتكون في الحالات اللي بتكون قبل يعني أسباب ما قبل كلوية يعني خارج كلوي، بهالحالة هاي بيكون الأنابيب الكلوية سليمة وبالتالي قادرة على عودة امتصاص الصوديوم.
وخصوصا انه تركيز الصوديوم منخفض، فبالتالي الكلى بتزيد عوده امتصاص الصوديوم، فبقل اطراحه في البول، لذلك بالاسباب خارج الكلويه، لانه الانابيب الكلوي بتكون طبيعيه وقادرة على عودة امتصاص الصوديوم، فبكون الصوديوم بالبول أقل من 20 ملي مول باللتر. أما عندما تكون المشكلة كلوية مثل ما ذكرنا بالقصور الكلوي الحاد، قلنا أنه أهم سبب له هو النخر الأنبوبي الحاد الأكيوتوبولار نكروسيس، هون بتكون الأنابيب متخربة وغير قادرة عودة امتصاص الصوديوم، فبينطرح الصوديوم بكميات كبيرة بالبول في حالات السبب الكلوي. هل عندنا الأسباب الكلوية لنقص الصوديوم؟ تشمل الأسباب التي تؤدي إلى ضياع الصوديوم عن طريق الكلي، أهم الأسباب هي المدرات، وأيضا المدرات الحلولية مثل المانيتول، أيضا بيلة الكيتون اللي بتحصل عند مثلا مرضى الحماض الخلوني السكري، اعتلالات الكلي المضيعة للملح، عندنا بعض الأمراض بسموها الاعتلالات المضيعة للملح مثل الداء اللبي الكيسي ومتلازمة بارتر، نقص القشرانيات المعدنية يعني في حال نقص الألدوستيرون، وأيضا رح ندرس أمراض اسمها الحماض الأنبوبي الكلوي، وأيضا مرضى العناية المشددة مع ارتفاع التوتر داخل القحف، هاي كلها تؤدي لنقص الصوديوم بسبب كلوي، ورح نجي عليها على بعضها. المدرات وهي السبب الأهم والأشع، وخصوصا مدرات العروي لأنه هي الأكثر تطرح الصوديوم، حيث تطرح الصوديوم بكميات أكبر من الماء، وهو ما يحصل عند مريض مثل انتبهوا على المثال هذا، وهو مثال عملي يعني بيحصل بالحياة العملية وخلال الممارسة عند مريض لديه وزمات، مثل إذا مريض عنده تشمع كبد ولا قصور قلب ولا نفروز، وأعطيناه مدرات بشكل مستمر دون أن تتم متابعته، فمثلا ممكن أعطاه الدكتور حبة أو حبتين فورزمايد، فبيتحول الحجم عنده، هو بالأصل كان عنده زيادة بحجم الماء، فبيتحول الحجم عنده من هايبرفوليميا، بعدين بيصير على المدرات بيصير إيوفوليميا، وأخيرا إذا استمر بتناول المدر بيحصل عنده هايبوفوليميا أو نقص حجم. كذلك في حالات شرب كميات كبيرة من الماء أو تعويض السوائل لمريض متجفف باستخدام محلول سكري فقط دون المحلول الملحي، فهون بيبقى تركيز الصوديوم منخفض مثلا، لذلك في حالة التجفاف ما بصير تعوض بالسوائل منخفض التوتر، لازم تعوض بالمحاليل معادلة التوتر يعني النورمال سالين أو بسموها الإيزوتينيك فلويد. احيانا يمكن ان يؤدي تناول المدرات الى رفع تركيز الصوديوم في الدم اذا ترافق مع نقص الوارد المائي، يعني اذا المريض عم ياخذ مدر ونقص ما عم يتناول كميات كبيره من الماء ممكن يؤدي لرفع تركيز الصوديوم. طبعا نقص الوارد المائي بسبب وهن عام مثلا، او تقوم الكلي بحبس الصوديوم من جديد رغم المدرات في حال انخفاض في الجسم بشكل عام وليس في السائل الخارج الكلوي فقط. من الأسباب الكلوية هي المدرات الحلولية مثل ما ذكرنا ارتفاع سكر الدم أو استخدام المانيتول أو استخدام المواد الضليلية في التصوير الشعاعي، تقوم هذه المواد برفع حلولية البول فتسحب معها الماء والشوارد وأهم الصوديوم. اعتلال الكلي المضيعة للملح مثل التهاب الكلي الخلالي، هون بتكون المشكلة بخلايا الأنبوبية التي لا تعيد امتصاص الصوديوم فيطرح بالبول. نقص القشرانيات المعدنية وأهم الألدوستيرون، الألدوستيرون بينقص بداء أديسون أو قصور قشر الكظر المزمن، هون بقل عود امتصاص الصوديوم على مستوى الأنبوب البعيد وبالتالي يطرح الصوديوم أكثر من الماء، لأنه مثل ما بتعرفوا الألدوستيرون بيأثر على مستوى الأنبوب بعيد بيزيد عود امتصاص الصوديوم، ومع عود امتصاص الصوديوم بعيد امتصاص الماء. أما في حال نقص الألدوستيرون ما بعيد امتصاص الصوديوم فبصير ينطرح بالبول، لكن هون طرح الصوديوم بيكون أكثر من طرح الماء لذلك ينقص الصوديوم. وغالبا بتلاقوا كل مرضى داء أديسون عندهم هبوط بالضغط وعندهم نقص بالصوديوم. طبعا هون ليش قد يسأل سائل ليش أنه ليش طالما هو عم ينطرح الصوديوم ليش ما عم تنطرح معه كمية موافقة من الماء؟ لأنه معظم الماء هون بهالحالة هي طالما إحنا بالأنبوب
البعيد، فبهالحالة هي كمية الماء الواصل للأنبوب بعيد بكون أغلبها أعيد امتصاصها، مثل ما ذكرنا أغلب كمية الماء يعاد امتصاصها بالأنبوب القريب وعروي هالي، فبالتالي كمية الماء اللي بتكون بالأنبوب البعيد وبسبب نقص الألدوستيرون فبيحصل طرح للصوديوم أكثر من كمية الماء المطروحة، لأنه معظم الماء بكون امتص أو أعيد امتصاصه بالأنبوب القريب وعروي هالي. بعض حالات حماض الأنبوبية، طبعا حالات حماض الانبوبه في عندنا اربع انماط للحماض الانبوبه، خصوصا الحماض الانبوبه القريب او النمط الثاني، والحماض الانبوبه بعيد او النمط الاول، وعندنا الحماض الانبوبه النمط الرابع، كلهم بيحصل فيهم نقص بعود امتصاص البيكربونات والصوديوم، وكلهم عاده بيكون فيهم حماض استقلابي، لذلك بسبب نقص امتصاص البيكربونات. مرضى ارتفاع مرضى العناية المشددة واللي بيكون عندهم ارتفاع توتر داخل القحف، هي كثير بتشوفوها بالعناية المشددة، خصوصا عند المرضى اللي بيكون عندهم نزف دماغي او رضوض او التهابات دماغية. بهالحالات هي بينفرز البيبتيد الدماغي المدر للصوديوم اللي هو البرين ناتري يوريتيك بيبتايد، وهون بهالحالة هي بيطرح الصوديوم، ومعه طرح الصوديوم بيطرح الماء، وبالتالي بيعرض المريض لبوار. طبعا هون بهالحالات هي لازم نفرقوا على البيلي التافهه، راح نحكي عنها لاحقا. وايضا من الحالات اللي بالذات فيها طرح الصوديوم بسبب كلوي هو بيل الكيتون اللي مثل ما ذكرنا بآلية حلول. هلا الاسباب خارج الكلوي لنقص الصوديوم، ضياع الصوديوم خارج الكلي عن طريق جهاز الهضمي او بالحيز الثالث، كما يحدث ايضا بالحروق وبالرضوض. ضياع الصوديوم عن طريق الجهاز الهضمي، عن طريق الإقياء أو الإسهال، فكلاهما يحدث فيه نقص أو فقد بالصوديوم أكثر من فقد الماء، وأيضا بحالات التهاب البنكرياس الحاد. بالإقياء إضافة لفقد الصوديوم والماء، بحالات الإقياء خصوصا بيفقد المريض أيضا الكلور والهيدروجين، وبالتالي بيؤدي لحدوث قلى استقلابي. وبشكل وصفي عند مرضى مثلا تضيق البواب الخلقي او الولاده اللي بتشاهد عند الاطفال خلال اول شهرين، هذا مثال وصفي، او المرضى الاقياءات الشديده والمعنده والمستمره بيفقدوا الكلور وشوارد الكلور والهيدروجين، فبتلاقي عندهم بشكل وصفي قلى استقلابي بسموه ناقص الكلور ناقص البوتاسيوم. أما بالإسهال إضافة لفقد الماء والصوديوم، هون بيتم فقد البوتاسيوم والبيكربونات، فهون بالإسهالات عادة تترافق مع حماض استقلابي. الإقياءات مثل ما ذكرت تترافق مع قلاء استقلابي، لأنه هون ما في فقد بيكربونات، بيكونوا عم يفقد الحمض وشوارد الهيدروجين، فبيحدث عنده قلاء استقلابي. أما مرضى الإسهالات لأنه بيترافق مع فقدان البيكربونات بيحصل عندهم حماض استقلابي. طبعا في بعض حالات الإسهال يحدث ضياع للماء أكثر من الصوديوم، فهون بيحدث هايبرناتريما في بعض حالات الإسهالات الإفرازية. هلا متلازمة الحيز الثالث، وهي ضياع السوائل بالحيز الثالث اللي هي عادة بتكون بالبرتوان والجنب والتامور، من المقصود فيهم تجمع السوائل، هي اللي بسموها بالحيز الثالث، يعني سواء بالبطن بالبرتوان او انصباب جنب او تامور او انصباب التامور، وايضا في حالات الهرس العضلي والتهاب البنكرياس الحاد. هون بتحتجز السوائل والصوديوم بشكل اكبر في حيز، لكن هذا الحيز لا يقوم بالتبادل مع الاوعي والخلال، حيث انه يعني هالسوائل والشوارد تم احتجازها بها الحيز هي، لكن لم تخرج خارج الجسم، فهون بهالحالة هي بتكون غير مستفاد منها. وأيضا في حالات الحروق والرضوض، انتبهوا هون في بعض الحالات يكون التغير في قيم الماء والشوارد ناتج عن التعويض الخاطئ لها، وهذا كثير وارد في حال مثلا المريض عنده إسهال،
فالإسهال بيكون مؤدي لضياع للصوديوم والماء بكميات متساوية، فتكون هون الحالة هايبوفوليميا فقط، يعني المريض عنده إسهال ولكن ضياع الصوديوم والماء بيكون بكمية متساوية، فالمريض بس بيكون عنده نقص حجم بدون نقص تركيز للصوديوم، فنقوم بتعويض الماء بكميات أكبر من الصوديوم، فهون نصبح أمام حالة هايبوناتريميا، أو أن نقوم بتعويض الصوديوم بشكل أكبر فنصبح أمام هايبر ناتريميا. فلذلك دائما لازم الانتباه لحالة الحجم داخل الأوعي في اضطرابات الصوديوم. هلا ننتقل لحالة الثانية، وهي نقص تركيز صوديوم الدم مع ازدياد الحجم. يعني المريض عنده زيادة بالحجم مع نقص تركيز الصوديوم الهايبوناتريميا، هون بيحبس الجسم في هذه الحالة الماء والصوديوم، لكن يجب أن يكون احتباس الماء أكثر من احتباس الصوديوم، فبيحصل عندنا نقص بتركيز الصوديوم. بهالحالات هي نقص الصوديوم اللي بيترافق مع زيادة الحجم غالبا بيكون المريض عنده وذمات، نلاحظ وجود الوذمات انطباعية وأكثر ما تشاهد بالكاحلين، أيضا بيكون عنده ارتفاع بالضغط الدم والضغط الوريدي المركزي، قد يعاني المريض من زلي تنفسي قد تكون ناجمة عن فرط الحمل في السوائل، أو أحيانا إذا كان فرط الحمل كبير كثير ممكن يؤدي لدخول المريض بوزنة رئة. هون ملاحظة الوذمات الانطباعية اللي بتشوفها عند مرضى مثلا قصور قلب أو مرضى تشمع الكبد تدل على احتباس الصوديوم والماء معا، أما احتباس الماء لوحده فلا يسبب وذمات، راح نمر معنا خلال المحاضرة. احتباس الماء لوحده لا يسبب وذمات، مثل راح نشوف متلازمة CIDH أو متلازمة الإفراز غير ملائم للهرمون مضاد الإدرار، هي بيحتبس فيها الماء ولكن ما بتحدث فيها وذمات، وتظهر الوذمات باحتباس سوائل بين 3 إلى 5 لتر. هل أسباب نقص الصوديوم مع زيادة الحجم؟ تقسم أسباب نقص تركيز الصوديوم في الدم مع زيادة الحجم أيضا حسب تركيز الصوديوم في البول، إلى حالة تركيز الصوديوم في البول أكثر من 20 ميليمول باللتر، وحالة تركيز الصوديوم في البول أقل من 20 ميليمول باللتر. هلأ في حالة تركيز الصوديوم في البول أكثر من 20 ميليمول باللتر، هون بتحاول الكلي أن تزيد الإدرار لتعاكس الزيادة في الحجم فتطرح الصوديوم، كما في حالات القصور الكلوي بشكل الحاد والمزمن. لما بكون تركيز الصوديوم في البول أكثر من 20 ميلي مول باللتر غالباً بكون السبب هو نقص، بكون السبب إما القصور الكلوي الحاد أو القصور المزمن. هلا بالقصور الكلوي المزمن بيحدث فيها فرط حجم بسبب انخفاض معدل الرشح الكبة، فبتتراكم السوائل والسموم في الجسم، بيكون تركيز الصوديوم في البول أكثر من 20 ميلي مول باللتر، نتيجة آليات تعويض تلجأ إليها الكل المصابي بالقصور كمحاولة للتخلص قدر الإمكان من السموم المتراكزة، من السموم اللي بتتراكم في الجسم، فتحاول طرحها في الأنابيب السليمي المتبقي. طبعا بحالة القصور الكلوي المزمن مو كلها بتتخرب، فبيبقى بعض الأنابيب سليمة، فهون الصوديوم أما القصور الكلوي بالحجم، لكن عند المريض تنخفض فبالتالي الأنابيب بتكون متأذية ولا تستطيع إعادة امتصاص الصوديوم في الأحبول، لذلك تركيز في 20 ملي مول باللتر. هلا في حالة كان صوديوم في البول أقل من، وهي هي يعني اللي نسميها الأسباب، وهي تشمي ما تنسوها أبدا، الصوديوم عليه التركيز قصور القلب الاحتقاني والمتلازمة النفروزية وتشمع الكبد، هذو كلاتهم بترافقوا مع نقص صوديوم وبكون الحجم داخل الأوعية بكون مزداد. التناظر النفروزي هون بتخرج السوائل من الأوعية نتيجة نقص الضغط الغرواني، لأنه بيحصل فيها نقص
بالبروتينات ونقص بالالبومين، وبالتالي بيحصل بالنقص بالضغط الهرموني للمصوره، فبتنزح السوائل لخارج، هون تتراكم السوائل بالخلال ويحترس معها الصوديوم، لكن خروج السوائل من الاوعيه الى الخلال يكون بشكل اقل من خروج الصوديوم، مما يؤدي بالمحصله الى انخفاض تركيز الصوديوم. بحاله قصور القلب احتقاني، هدول المرضى بيحصل عندهم نقص بنتاج القلب، وبالتالي نقص في الضغط الجهازي. فهدول المرضى قصور القلب بيحصل عندهم، لمن بيحصل عندهم نقص بنتاج القلب وبالتالي نقص ضغط الإرواء الكلوي أو نقص الجريان الدموي الكلوي، فبيتفعل عندهم جهاز الرينين أنجوتنسين ألدستيرون. الألدستيرون بيؤدي إلى زيادة عودة امتصاص الصوديوم وأيضا ينقص الرشح الكبدي وانخفاض الضغط الجهازي. هون أيضا عندها قصور القلب يسبب أيضا زيادة تحسيس مستقبلات الضغط أو تم الضغط، مما يؤدي إلى إفراز الـ ADH واحتباس الماء. فنتيجة لتفعيل جهاز الرينين أنجوتنسين وأيضا احتباس الماء بسبب زيادة إفراز الـ ADH بتتراكم السوائل بشكل كبير ويحتبس معها الصوديوم، ونلاحظ تراكم السوائل، يعني هون بيكون احتباس الماء أو السوائل بيكون بشكل أكبر من احتباس الصوديوم، فيحدث بالمحصلة هايبوناتريم. أيضا تشمع الكبد، تشمع الكبد بيتجمع الدم بالأوعية الحشوية وبينقص إنتاج الألبومين، وبالتالي ينقص الضغط الغرواني للمصورة، وبيحدث نقص الصوديوم بآلية مشابهة لآلية المتلازمة النفروزي. هلا عندنا نقص صوديوم الدم مع حجم سوي، وهو هذا الايوفوليميك هايبوناتريميا، وهي ما تنسوها ابدا، هي اللي بيؤدي لها هي متلازمه السي اتش، متلازمه الافراز غير ملائم لهرمون الاضرار، هي اهم سبب لنقص صوديوم الدم سوي الحجم. وبهالحاله هي ما بنلاحظ عند المريض لا علامات تجفاف ولا وذمات، يعني المريض بيكون سوي الحجم، فبالتالي بيكون متجفف ولا بيكون عنده وذمات. والآلي هون بتبقى كمية الصوديوم ثابتة، لكن ما يحصل هو زيادة بسيطة في كمية الماء في الجسم. وانتبهوا أيضا، هاي الكمية الزائدة من الماء لا تكفي لإحداث وذمات. نتيجة لذلك يحدث انخفاض بسيط في تركيز الصوديوم، فلما بتحتبس الماء بكمية أكبر من احتباس الصوديوم فبيحصل عندنا نقص صوديوم تمدد. عند احتباس الصوديوم مع الماء يحصل لدينا وذمات بسبب احتباس كميات كبيرة من السوائل، لكن هي القاعدة، لما بيحتبس الصوديوم والملح دائما بيحصل عندنا وذمات، لكن عند احتباس الماء فقط دون الصوديوم، وهي الحالة هي اللي احنا عم نحكي عنها، نقص صوديوم سوي الحجم، فلا يمكن احتباس أكثر من 3 إلى 5 كيلوغرام، وبالتالي يحصل وذمات لكن ما بتكون مرئية سريريا، وبالنتيجة بنكون أمام حالة إيوفوليميك هايبوناتريميا، نقص صوديوم سوي الحجم. طبعا بحالة نقص صوديوم هوني لا توجد آلية بنقص الوارد الملحي بسبب الطرح الماء الإجباري الذي يحدث، يعني ما في عندنا نقص صوديوم بسبب نقص الوارد من كلور صوديوم ونقص الوارد من الملح، لأنه في حال كان نقص الوارد فورا الكلية بتطرح كمية الماء الزائد. أهم أسباب نقص الصوديوم سوي الحجم هي متلازمة الإفراز غير ملائم للهرمون المضاد للإدرار اللي بسموها متلازمة السيادج، وهي السبب الأهم، وبتتجاوز نسبة حدوثها نسبة حدوث البيلي التافهة. طبعا هي هون الشيء المعاكس للبيلي التافهة، البيلي التافهة بيحصل فيها نقص بإفراز الـ ADH، أما الـ CADH فبيحصل فيها زيادة غير ملائمة لإفراز الـ ADH. بهاي المتلازمة يتم احتباس الماء لكن دون الصوديوم، ولا تتجاوز كمية الماء المحتبس 3 إلى 5 لتر، فلا تحدث الوذمات، وبينخفض تركيز الصوديوم بآلية تمددية. أسبابها كثيرة، متلازمة الإفراز غير ملائم للهرمون مضاد للإضرار، وأهم أسبابها هي أورام الرئة مثل الأورام القصبية، وخصوصا أشياء ما بترافق مع متلازمة
CADH هو سرطان رئه صغير الخلايا سمول سيل كارسينوما، وايضا ذوات الرئه وخصوصا الالتهابات الفيروسيه الرئويه ايضا تحصل عند مرضى الايدز والامراض العصبيه مثل التهاب الدماغ والتهاب السحايا، ايضا ممكن ترافق مع النزف تحت العنكبوتي واحيانا قد تكون مجهول السبب. السبب الثاني اللي من اسباب نقص الصوديوم سوي الحجم هو قصور الدرق الشديد، بهالحالة هي بيحصل نقص بالنتاج القلبي وبيزداد افراز الـ ABH. ايضا نقص الستيرويدات القشريه السكريه بيحصل هوني بهالحالة هي افراز ضعيف للماء، لانه الستيرويدات القشريه هي مسؤوله عن طرح الماء، فبيحصل ضعف بافراغ الماء. واذا كان السبب مركزي يعني داء كوشنج النخامه فبيحصل نقص بافراز الـ ACTH وبالتالي بيزداد افراز الـ ADH، لانه عاده السوليدات القشريه لها تاثير تلقيم راجع سلبي على الـ ADH، فلما بينقص مستواها بينقص التلقيم الراجع السلبي للـ ADH فبالتالي بيرتفع مستوى. ايضا من الحالات انه الصهاف البدئي يعني هذا بسموه البرايمر بولي ديبسي وحالات الشدي او ستريس. هلا راح احكي لكم طبعا مو مذكور هون بكتابكم شغله مهمه، طبعا علاج نقص الصوديوم. لعلاج نقص الصوديوم يجب اخذ العوامل الثانيه بعين الاعتبار، والاهم لازم نفكر هل نقص الصوديوم مزمن ولا حاد، ثانيا هل هو عرضي او لا عرضي، وايضا يجب مراقبه الاستجابه للعلاج بشكل دقيق، لانه بيختلف العلاج نقص الصوديوم بالحالات الحاديه عنه بالحالات المزمنه، وبيختلف هل هو عرضي ولا لا عرضي، وايضا اثناء العلاج نقص الصوديوم يجب مراقبه المريض بشكل دقيق. فإذا كان المرضى عندهم زيادة بالحجم أو نقص صوديوم المترافق مع الوزنات، يعني مثل ما ذكرنا المرضى اللي بيكون عندهم نقص صوديوم مع زيادة بالحجم فبيكون عندهم هني وزنات مثل مرضى قصور القلب المتلازمة النفروزية ومرضى تشمع الكبد، هو المعالج الأساسي هي تحديد كمية السوائل، بتنقصه بس فقط كمية الماء اللي عم يتناولها المريض. أما عند مرضى السيادات متلازمة إفراز غير ملائم للهرمون المضاد للإضرار، المعالج الأساسي هي تحديد كمية سوائل. أول شيء بتبلش بتحديد كمية سوائل لأنه هو عنده زيادة كثير بإفراز الـ ADH، فبالتالي الـ ADH عم يحبس كميات كبيرة من الماء، أول شيء بتوقفه هو تحديد كمية السوائل، وفي حال عدم الاستجابة يمكن إعطاء الفروزمايد لكن بحذر بمتلازمة الـ CADH، وأحيانا بيعطوا الفروزمايد مع حبوب الصوديوم حتى ما ينقص الصوديوم أكثر. في حال عدم الاستجابة على المعالجات السابقة مثل ما ذكرت تحديد كمية السوائل وإعطاء المدرات مع الصوديوم، في حال عدم الاستجابة هناك دواء يمكن إعطاء مضاد للفازوبرسين بسموه فازوبرسين أنتاغونيست اسمه التولفابتان. التولفابتان حتى يستخدم في حالات قصور القلب، في بعض حالات قصور القلب اللي بيكون عندهم المرضى بيكون عندهم نقص بالصوديوم ممكن يعطوهم التولفابتان، وهو مضاد للفازوبرسين يعني مضاد للـ ADH. في حالات بدنا نعوض الصوديوم، كيف بدنا نعوض الصوديوم؟ يتم حساب كمية الصوديوم اللازمة أو بسموها عتبة الصوديوم أو كمية الصوديوم المفقودة، وكيف وفقا للمعادلة التالية. عادة تعويض الصوديوم، لتعويض الصوديوم بدنا نحسبها وهي المعادلة 140 ناقص صوديوم المريض ضرب ماء الجسم الكلي، هلا بشرح لكم اياها. فاذا بدنا نعوض نحسب كميه الصوديوم اللازم تعويضها 140 ناقص صوديوم المريض ضرب ماء الجسم الكلي. كيف بنحسب ماء الجسم الكلي؟ مثل ما ذكرنا ماء الجسم الكلي بشكل 60% من وزن الجسم، فبنضرب 6 بالعشرة ضرب وزن الجسم بيطلع معنا هذا ماء الجسم الكلي. بدنا نوصل الصوديوم احنا لل 140 من ننقص منها صوديوم المريض نضرب بماء الجسم الكلي فبيطلع منا كميه الصوديوم اللي لازم نعوضها للمريض. فمثلا لو كان عندنا مريض عنده الصوديوم 20 120 ميليمول باللتر، احنا بدنا نوصل لل 140 نطرح 140 ناقص 20 بيطلع معنا 20، بنحسب ماء الجسم الكلي اللي هو 6 بالعشره
وكان وزن المريض 70 كيلو غرام، 6 بالعشرة ضرب 70 كيلو غرام بيطلع معنا 42، و20 اللي هي الفرق بين صوديوم المريض وصوديوم اللي 140، ف20 ضرب 42 تقريبا بيطلعوا 820 ميلي مول من الصوديوم. لازم نعوضها، انتبهوا، يجب تعويض نقص الصوديوم بشكل بطيء، ما بتعوض الصوديوم بشكل سريع. بيتم تعويض نقص الصوديوم بشكل بطيء بمعدل 10 ل 12 ميلي مول باللتر بالساعة خلال أول 24 ساعة، ومن ثم يتم تعويض 18 ميلي مول باللتر بالساعة خلال 48 ساعة. لأنه إذا متذكرين وقت اللي أخذنا علاج الصوديوم كمان بطب الطوارئ، ليش؟ لما إذا عوضنا الصوديوم بشكل سريع بتحدث متلازمة انحلال نخاعين في الجسر إذا تم تعويض الصوديوم بشكل سريع، وهي متلازمة قد تكون قاتلة. لذلك تعويض الصوديوم لازم يتم بشكل بطيء وبمعدل لا يتجاوز 10 ل 12 ميلي مول باللتر بالساعة خلال أول 24 ساعة، ومن ثم يمكن زيادته ل 18 ميلي مول باللتر بالساعة خلال 48 ساعة القادمة، خوفا من حدوث متلازمة انحلال النخاع. هلا بننتقل لارتفاع تركيز الصوديوم الهايبر ناتريما، وهو ارتفاع تركيز الصوديوم في الدم عن 145 ميلي مول باللتر. وليس بالضرورة أن يترافق ارتفاع تركيز الصوديوم مع زيادة بالحجم. أيضا يقصد بارتفاع تركيز الصوديوم يقصد فيه هو ارتفاع تركيز الصوديوم في الدم دون النظر إلى كمية الصوديوم الكلي في الجسم، والتي مثل ما ذكرنا بنقص الصوديوم قد تكون طبيعي أو زائدي أو ناقصة. وهون أيضا عندنا ثلاث احتمالات لفرط الصوديوم، وهو فرط الصوديوم مع المترافق مع نقص حجم، فرط صوديوم مترافق مع زيادة حجم، وفرط صوديوم سوي الحجم أو حجم طبيعي. أيضا بنفس الآلية أنه ارتفاع تركيز الصوديوم بينتج غالبا إما خسارة ماء أكثر من خسارة الصوديوم، أو احتباس الصوديوم بكمية أكبر من احتباس الماء. ومثل ما ذكرت ارتفاع الصوديوم بيؤدي لانكماش الخلايا، وبالتالي بيؤدي لتجفاف داخل الخلو. أعراض نقص الصوديوم غالبا هي بتكون أعراض التجفاف، لكن أشع الاضطرابات اللي بترافق ارتفاع الصوديوم هي اضطرابات بالوعي، بيحصل عند المريض نعاس وخمول وتخليط ذهني، وايضا قد يتطور الى حدوث شلل تنفسي واخيرا السبات في حال ارتفع تركيز الصوديوم اكثر من 170 ميلي مول باللتر. آلية ارتفاع تركيز الصوديوم او الهايبر ناتريميا، هون بيحصل خساره للصوديوم والماء في الجسم، لكن خساره الماء تكون اكبر من خساره الصوديوم، فبيرتفع تركيز الصوديوم. العوامل المسببه بنفس الطريقه، قد تكون العوامل المسببه كلويه او خارج كلويه، وللتمييز بينها نلجا لمعايره مستوى الصوديوم في البول، وهون بنميز بين حالتين. اذا كان تركيز الصوديوم في البول اكثر من 20 ملي مول باللتر فتكون الاسباب كلويه، اما اذا كان تركيز الصوديوم في البول اقل من 20 ملي مول باللتر فتكون الاسباب خارج كلويه. الاسباب خارج الكلوي لارتفاع الصوديوم: التعرق الزائد، التعرق الزائد تطرح كميات كبيره من الماء اكثر من الصوديوم، ايضا الاسهالات والحروق والنواسير الهضميه. الاسباب الكلويه هي المدرات مثل المدرات العروي والمدرات الحلوليه، وفي متلازمة ما بعد الانسداد يحدث ولا بعد الانسداد، يعني اذا المريض كان عنده استسقاء بالكلي فبعد ذلك الانسداد يحدث لعدة أيام إدرار كبدي شديد، ومن المحتمل أن تطرح الكلي ماء وشوارب بكميات كبيرة، فبهالحالات هي يجب الانتباه والتعويض للمريض عند الضرورة. أيضا أمراض الكلي الخلالية، هوني لاحظ أنه العديد من حالات فقد الماء والصوديوم قد تسبب إما هايبرناتريميا أو هايبوناتريميا، وما سيحدد ذلك هو إما نسبة الفقد ما بين الماء والصوديوم. فمثلا الإسهال في حالات الإصابة بالكوليرا
يحصل فيه فقد كميات كبيرة من الماء أكثر من الصوديوم، وأيضا في حالات تعرق شديد بيحصل فقد الماء أكثر من الصوديوم، وبالنتيجة بيؤدي لحتم وصول هايبر ناتريميا، أو في حالات التعويض غير المتكافئ لأحدهما على حساب الآخر، كما يريد يفقد كميات من السوائل والصوديوم وقومنا بتعويض الماء بالطريق الهضمي مثلا فيصل لدي هايبو ناتريم. حالات تفقد الصوديوم مع ازدياد الحجم، طبعا دائما لما يكون في زياده بالحجم بتلاحظ وجود وذمات، وهون بهالحاله هي بيحتبس الجسم الصوديوم والماء، لكن احتباس الصوديوم بيكون اكثر من احتباس الماء، وهون دائما بيكون تركيز الصوديوم في البول اكثر من 20 مليمول باللتر، لانه كميه الصوديوم زائده والحجم زائد، فبتحاول الكليه طرح الصوديوم قدر الامكان لتخفيف من الحجم. العوامل اللي بتؤدي الى ارتفاع تركيز الصوديوم مع زياده بالحجم وهي الالدوسترون البدئي وداء كون، الالدوسترون بيزيد عدد امتصاص الصوديوم والماء، وبالتالي بيزيد الحجم داخل الاوعي وبيرفع الضغط ايضا. متلازمة كوشينج بسبب بيصير فيها زيادة بعودة امتصاص الصوديوم واحتباس الماء، زيادة الوارد الملحي إذا المريض بيأكل ملح كثير، إعطاء محلول ملحي عالي التوتر، أيضا إعطاء صوديوم أكثر من المطلوب في سوائل التحال الدموي، وأيضا إعطاء مفرط لبيكربونات الصوديوم في حالات إصلاح الحمى. هلا ارتفاع تركيز الصوديوم مع حجم سوي، هون ما بيكون عند المريض لا تجفاف ولا بيكون عنده وزمات، والآلي يحدث خسارة للماء بكميات قليلة مع بقاء كمية الصوديوم بتكون ثابتة، لذلك بيزداد تركيز الصوديوم. كمية الماء المفقودة عادة ما بتكون كبيرة لا تكفي لحدوث نقص حجم وظهور التجفاف، والعوامل المسببة تقسم ايضا الى اسباب كلويه واسباب خارج كلويه. الاسباب خارج الكلويه اما زياده الضياع غير محسوس عن طريق التنفس والجلد، مثلا في حالات تعرق شديد او اذا المريض عنده فرط دهوي فبيطرح بيطرح الماء على شكل بخار ماء بكميات كبيره عن طريق التنفس. الاسباب الكلويه اما ان يكون عنده نقص العطش الهايبوديبسيا، وهي حاله بقل فيها الوارد اليومي من الماء مع وارد ملحي معتدل، يعني بس المريض بيكونوا عم ياكل ومثل عادي، ولكن بس عنده نقص بوارد الماء، وهي غالبا بتشاهد عند المرضى الذين لا يستطيعون التعبير عن عطشهم مثل الرضع او المرضى المسنين او مرضى المشافه. وايضا من الاسباب الكلويه هي البيلي التافهه، هون بينقص فيها هرمون الـ ADH، وبالتالي يقل عود امتصاص الماء من الانابيب الجامعه دون ان يؤثر ذلك على عود امتصاص الصوديوم، فبكون تركيزه طبيعي او مرتفع، ولكن غالبا بكون تركيز الصوديوم مرتفع. هلا راح نتحدث بس عن البيلي التافهه. البيلي التافهه تقسم الى اسباب خلقيه، اما بتكون وراثي جسمي سائدي او متنحي، واسباب مكتسبي او اسباب كلوي ومركزي. البيلي التافهه المركزيه المكتسبي هي تحصل بأي مرض يؤدي لإصابة النخامة أو الوطاء أو الضغط عليها أو احتشاءها. أسباب البيلي التافهة المركزية الردود والتداخلات الطبية ما بعد الرد وما بعد الجراحة، هون بتكون يعني أسباب علاجية المشى غالبا أكثر مرضى الردود الجراحية بعد العمليات الجراحية، بالذات عندهم إفراز الهرمون المضاد للإدرار، بينقص عندهم افراز الهرمون المضاد للادرار، وهون بتكون هي بسموها اسباب طبيه او علاجيه المشى. الاورام النواقل النقائي الورميه او الورم القحطي البلعومه، وايضا ورم الغدي الصنوبريه. الالتهابات التهاب السحايا والتهاب الدماغ، ايضا متلازمة جيلان باري، والاورام او الامراض الحبيبوميه مثل السل والساركوئيد. ايضا من الاسباب اللي يعني هي تعتبر نادره، ولكن من الاسباب اللي يعني ممكن تؤدي لحدوث بيلي تافهه بشكل شائع هي داء النوسجات او داء كثره النوسجات بسموه الهيستوسايتوز اكس، وايضا الحمل احيانا بيكون مجهول السبب.
انت بتشكل الاورام وما بعد الرضوض والجراحه وداء كثره المنسجات اشعه الاسباب. اما الامراض الحبيبوميه مثل التدرن والساركويد فهي تكون نادره. عند مريض حادث وعائي دماغي اجى للاسعاف ولديه بوال ايضا نفكر بالبيلي التافهه. بالبيلي التافهه بيكون صوديوم غالبا بيكون مرتفع، وايضا قد يكون السبب هو زياده هرمون البي ام بي اللي بينفرز من هذا بسموه البرين ناتريوتريك بيبتايد من الدماغ، ولكن هو بهالحاله هي بيكون الصوديوم منخفض. اما البيلي التافهه المكتسبه كلوي النشا هون بيحدث فيها خلل على مستوى مستقبلات الاي دي اتش على مستوى الانابيب الكلويه، فاما بتكون مقاومه او ما بتستجيب لافرازه، وبيحدث ضياع مستمر للماء. ومن اهم اسباب البيلي التافهه الكلويه النشا القصور الكلوي المزمن وسوء التغذيه البروتيني، ايضا فقر الدم المنجلي. الادويه من الاسباب الدوائيه للبيلي التافهه كليه النشا الديموكلوسيكلين ومركبات الليثيوم. اهم الاضطرابات الشرديه التي تترافق مع بيلي التافهه كليه النشا هي ارتفاع كالسيوم بالدم وانخفاض البوتاسيوم. طبعا انتبهوا، طبعا هي غالبا بكون جاي بشي سؤال حاطينها يعني لا تسبب اورام الكلبدي بيلي تافهه. طبعا كذلك علاج فرط صوديوم الدم مو مذكور راح بحكي عنه. علاج فرط الصوديوم اولا وقبل كل شيء يجب معرفه حاله الحجم داخل الاوعي. هل المريض يسوي الحجم ولا عنده فرط بالحجم ولا ناقص بالحجم؟ في حال كان المريض ناقص الحجم يعالج باعطاء المحاليل الملحيه النظاميه، ومن ثم نعطي المحاليل منخفض التوتر مثل السيروم السكري. يعني هون تعتمد المعالجه على تمديد الصوديوم اللي هو مركز يعني مرتفع تركيزه بالدم، فنعطي المريض سوائل لنخفض تركيز الصوديوم، يعني نعطي زياده بكميه السوائل. ايضا انتبهوا بحالات فرط صوديوم الدم يجب عدم تخفيض الصوديوم بشكل سريع، ممكن يعرض المريض لحدوث وذمي دماغي. انتبهوا بحالات نقص صوديوم الدم اذا تم تعويض الصوديوم بسرعه ورفعه بسرعه بيؤدي لمتلازمه الحلال النخاعي بالجسر. اما المريض اللي عنده ارتفاع بصوديوم الدم وتم خفضه بشكل سريع فبيعرض المريض لحدوث وذمي دماغي، لذلك يجب تخفيض الصوديوم خلال 48 ل 72 ساعه. واولا نستخدم المحاليل الملحيه النظاميه حتى لو الصوديوم مرتفع، بس بنعطيه مثلا سيروم ملحي نظامي بالبدايه، وبعدها بنعطي سوائل منخفض التوتر حتى ما نخفض الصوديوم بشكل سريع، وبالتالي بيدخل المريض بوذمي دماغي. لهون بكون انتهت محاضرتنا، اذا في حدا عنده سؤال يتفضل. عند الصفحة 19 العوامل المسببة انه تركيز الصوديوم في البول اكثر من 20% اسباب كلوية، مو بالعكس هون لازم يكون اسباب مو كلوية. تركيز اذا كان تركيز الصوديوم بالبول اكثر من 20 بتكون هي اسباب كلوية دكتور، بس هاي ارتفاع بالارتفاع العنوان فقرة ارتفاع الصوديوم اثنيناتهم نفس الشيء نفس الشيء. لا هون ارتفع الصوديوم بالبول يعني انه الكلية عم تعوض. لا لما بيرتفع الصوديوم بالبول بحالات مثلا القصور الكلوي الحاد بكون الانابيب متخربة، فبالتالي ما بتعيد امتصاص الصوديوم، لذلك بزيد اطراح الصوديوم بالبول. اما لما بتكون الكلية طبيعية، لما بتكون الانابيب الكلوية طبيعية فبتعيد امتصاص الصوديوم فبينقص اطراحه بالبول. ايه تمام ما شاء الله، بس ستي حاضرين المحاضرة. تمام كويس، عم بحضره مسجل حكيم. ايش مسجل يعني؟ شو معنى مسجل يعني؟
دكتور، طيب في حال ارتفاع الصوديوم في الجسم. إيه. تمام، الكلية هون شلون بدأت تطرح زيادة ولا كيف؟ لا هلأ في حال ارتفاع تركيز الصوديوم، إذا كان مرتفع الصوديوم بالجسم الكلية بدأت تزيد أطراح الصوديوم. طبعا هذا إذا كانت الكلية طبيعية، إذا كان وظيفة الكلية طبيعية. دكتور، هاي النقطة نفس اللي كان عم نناقشك فيها. نفس الشيء، إذا كانت الكلية، إذا كان المريض عنده فرط صوديوم الدم وكانت وظيفة الكلية طبيعية. هون مكتوب العكس، أنا مفكر تمام. هلا العكس دكتورة، بحالات فرط الصوديوم بصير العكس، بيحصل العكس، مو معقول يعني، لأنه بحالات فرط الصوديوم إذا كانت وظيفة الكلية طبيعية فالكلية بدأت تطرح الصوديوم، فبزداد اطراح صوديوم بالبول، بزداد اطراح صوديوم بالبول، فهذا بكون غالبا الاسباب الكلوية، يعني اسباب بعكس اسباب نقص الصوديوم. فهمت شلون؟ تمام دكتور، يعني هلا هون تركيز الصوديوم في البول بكون اقل من 20 لما بكون الاسباب كلوية. لما تكون الاسباب كلوية. اما بحالات نقص الصوديوم، نقص الصوديوم هني تمام صحيح، بس بحالات فرط الصوديوم بتصير بالعكس، الاسباب الكلوية بتكون فيها اقل من 20، اكثر من 20 بتكون اسباب كلوية، الاسباب ما قبل الكلوية بتكون فيها اقل من 20. اي تمام، بده يحصل العكس، بس هون اتوقع بالكتاب انه هني بارتفاع الصوديوم بنقص الصوديوم حاطينها نفس الشيء، لكن مو صحيح. طبعا في محاضره انا عرضت لكم اياها لانه كثير اوفر، يعني محاضره فيزيولوجيه على السوائل والشوارد الدنيا، لذلك حبيت ادخل لكم باضطرابات الشوارد. وايضا هوني بعد كل هالحكي عن اعراض ارتفاع الصوديوم واسبابه وتصنيفاته وسوي الحجم ومفرط الحجم الدنيا، وقت المعالجه ما لقيته اي شيء، لذلك انا ذكرت لكم اياهم هذول من عندي، يعني المعالجي وحتى الأعراض مذاكرة بشكل واضح، لا أعراض نقص صوديوم ولا أعراض ارتفاع صوديوم. تمام دكتور، هي حسينا إنه كتير فيها حكي بس على الفاضي تقريبا، لأن أخذناها يعني بالطوارئ أوضح من هيك. مزبوط، بمادة طب الطوارئ كانت يعني حتى أوضح وأحسن من هيك، بس هون بالكلية هيك معطينا. على كل حال أنا ذكرت لكم أعراض ارتفاع صوديوم وكيف منعالجه، وهون مو جايب يعني ابدا شيء عن المعالجه نهائيا، لا ارتفاع صوديوم ولا انخفاض صوديوم. تمام، الله يجزيك الخير دكتور. دكتور، بالنسبه للمنهاج رح ناخذه كله؟ والله شو بالحق معنا، او اذا بتحبوا شيء معين كمان انا ما عندي مشكله، بس هو المنهاج كبير كثير ضخم. انا اصلا بالبدايه ما كنت يعني معتمد هذا المنهاج، ولكن في بعض زملائكم هن اللي اقترحوا هذا المنهاج، كونوا أنه أنتم بالسنة الثانية أو بالسنة الثالثة ما نكون أخذين شيء عن تشريح ولا فيزيولوجيا الكلية نهائياً، لذلك اقترحوا هذا المنهاج، ولا بالأصل هو ما كان هذا المنهاج اللي على أساس أنه أنا أعطي، ولكن كونه هذا المنهاج بيحتوي على فيزيولوجيا، يعني فيزيولوجيا الكلية تقريباً بشكل كامل، فاقترحوا الزملاء هذا المنهاج، ولا بالأصل مو هو هذا المنهاج اللي كان مقترح، ولكن إذا في شيء بتحبوا تاخدوه ما عندي مشكلة. هلأ اضطراب السوائل والشوارد رح ناخده لأنه شيء مهم، وبشوف كمان شو ممكن نعطيكم، أو إذا في شيء يعني صعب عليكم أنا يعني بعمل له سكيب، ما في مشكلة. تمام دكتور، الله يجزيك الخير. الله وإياكم يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم.